اكثر شيء عم ناخذ من هالمظاهرات هسه وراح حكم قد ما في. الشعب شو؟ شعب القرار ابدا. الشعب هو الـ هو الـ هو الـ هو الممثل ابدا. الشعب هو المقرر ابدا. شعب ابو جيك مثل كيف بدي اقول لك، الشعب بيبسي. شو يعني بيبسي؟ بفور وبينزل نفس الشيء. كيف البيبسي بتفور؟ فورة فورة. شعب اذا اخذ سقعة بالليل شو بيعمل؟ بيبسي بيبسي. قد ما بدك حكم. حتى اسباب اسباب ليش لازم نعمل حكومة؟ ليش لازم نعمل حكومة انت برأيك؟ طيب مشوا ابدا. لا لازم نعمل حكومة لانه هيك من حكومة التكنوقراط يتفقوا بين بعضهم. ما بيأثر حي اليوم لبنان، اليوم لبنان، اليوم لبنان وكوريا صفر صفر. يعني انه شو يعني انه صفر صفر؟ يعني عملوا حكومة، اتفقوا على حكومة. بليز 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 بدنا حكومة. شو؟ سوري؟ بنعمل حكومة لأنه لبنان تعادل مع كوريا صفر صفر؟ نعمل حكورة. لأنه لا قصدك لو ربح عمره ما يكون حكومة يعني. لا لازم نعمل حكومة لأنه لبنان تعادل صفر صفر مع كوريا. يعني قصده إنه نعمل. شفت إنه نحن اليوم ناطرين واحد صفر بلا استشارات. بلا استشارات. لا تعرف إنه نحن اليوم بدنا حتى ما فينا نعيش بلا وصاية. اليوم لازم نعمل حكومة لأنه اليوم في الوصاية الكورية. هل كنا الوصاية الكورية؟ أبو جيك ونظرية الثورة ما بتوقف. بكل دقيقة بحياتك في ثورة. وين ما كان في ثورة، حتى بال في ثورة. بعض من الوسائل الإعلام عم بيجربوا يسلطوا الضوء إنه الثورة تعبت، ويسلطوا الأضواء مثلاً على مناطق ما فيها يمكن عالم أو شيء. لأنه أنا بس بقول لهم شغلة، بالتخت في ثورة، بالأوضة في ثورة، بالخزانة في ثورة، وين ما كان في ثورة. بالتخت في ثورة؟ أنا على علمي بالتخت في فتح وحماس. أول مرة بعرف شو الثورة. بالعكس، يا حماس وفتح. حماس بعدين فتح. ايه حماس بعدين مش فتح. وانتفاضة. كله ما حدش. فيك ترجع تحضر هالحلقة من لهون وبس عبر ابليكيشن الـ LBCI ساعة اللي بدك وين ما كنت.